رشيد بوزيدي مدير الجهوي لوزارة الثقافة والشباب والرياضة قطاع الثقافة بجهة فاس مكناس. هذه الدورة دورة العاشرة للمعرض الجهوي الكتاب والنشر، ننظمها بمدينة فاس بعد تقريبا 5 سنين. في السنوات القليلة الماضية نظمت دورات خارج مدينة فاس، الآن في هذه الدورة فعالية الأساسية تنظم في مدينة فاس، وهناك فعاليات أخرى في مدينة مكناس وفي وطات الحج. جديد هذه الدورة كذلك هو أننا حاولنا أن نعطي لكل يوم محور. هناك محور الصناعة الثقافية، وهناك محور التراث، وهناك محور الكتابة المسرحية، وهناك محور الطفل إلى غير ذلك، وأن تكون هناك محاضرة افتتاحية سيلقيها قيدوم الإعلامية المغاربة الدكتور صدق معنينو حول الكتابات حول المسيرة الخضراء. الدورة يشارك فيها تقريبا 35 عارضا من عارضا ودور النشر من خارج فاس، من خارج الجهة، ودور النشر من داخل الجهة. هذه الدورة كذلك هناك مجموعة من الندوات، هناك مجموعة من الأنشطة الموجهة للطفل، هناك مجموعة من اللقاءات، هناك مجموعة من إصدارات الكتب، وهناك مجموعة كذلك من توقيعات الكتب. هو بالنسبة للكتاب الإلكتروني ما لازمش نشوفوا أنه يعارض الكتاب الورقي أو الكتابة الورقية، فالكل كلاهما يكمل الآخر. هذه الزاوية اللي يجب أن نرى من خلالها الكتابة أو الطبع، أن حتى كذلك الطبع الإلكتروني أو الكتاب الإلكتروني له دور كذلك في هذا العصر، ولكن لا يجب أن نقول بأن هذا الدور أصبح يحذف دور الكتاب الورقي، بالعكس هما متكاملان في نظري.